جوان ما غاديش يبداو بصحاب الفيزا ديال المره. كيما قلت لكم خوتي وكيما قلت لكم الخطره الاولى وراني في شحال نهضر فيها ونعاود فيها قلت لكم بيالاس غادي كيحلوا غادي يديروا لو ميم سيستيم اللي داروه في المغرب سيتادير غادي يبداو بصحاب الفيزا اللي عندهم ديجا فيزا عام من قبل غادي يبداو بهم ومن بعد كيكملوا معاهم يبداو اصحاب سيمو اللي عندهم فيزا فيها سيمو في سيمو كيكملوا يبداو عند اللي عندهم 3 موا في 3 موا تسمى سيمو يبداو بهذوك اللي عندهم زوج تاع 3 موا ومن بعد كيكملوا مع زوج تاع 3 موا يبداو اللي عندهم 3 موا الاولى ومن بعد يجوا صحاب شهر يبداو مع صحاب شهر كيكملوا مع صحاب شهر يبداو باول طالب خوتي سي تادير وجدوا رواحكم خوتي الحمد لله يا ربي خوتي راه محلو البيالاس لو 13 جوان ان شاء الله اللي عنده فيزا ولا ينجم خوتي يدير الناس خوتي اللي بيديروا اول طلب ما تقلقوا ما والو خوتي غادي كيما حلوا لهاد الناس غادي يحلوا لكم انتوما ثاني قضيه وقت برك خوتي منا مع لافيت اجوا ولا ما تلحقش تبداو تديروا اول طلب لي كوميسون لي خدام عند دوله لي خدام عند بريفي لي راه مقعناوين ويقارعوا لاسبانيا صاي خوتي الحمد لله يا ربي خوتي راها محلو وان شاء الله بربي كاع لي راه هو معول باغي يدير دوسي ولا رانا هنا خوتي كيما وعدتكم كيما قلت لكم غادي نعاونكم ونساعدكم مازال عند في كلامي ومازال عند هضرتي خوتي نعاون كاع خوتي بالشيء اللي نجم عليه بون خوتي دروك المواعيد تعرفوني انا بلي حاجه تاع دراهم وكلشي المواعيد ما نخدمهم بصح راني خليت لكم مالك خويا اللي نثيق فيه ونثيق فيه نثيق فيه الا قال لكم فيرسولي ولا قال لكم حاجه ولا تبغوا تتعاملوا معايا وانا نتعامل معاه ثاني ماشي مشكل تبغوا انا نهضر معاه ماشي مشكل وجدوا لي باسبور تاعكم صوروهم خوتي اللي عنده فيزا ولا يصور الباسبور تاعه يوجده نعطوه المالك يدير لك رونديفو خوتي ما تروحوش عند الناس اللي يدوكم دراهمكم باطل ونصيحه واحده اخرى خوتي ما تجيش عند المالك تقول له دير لي رونديفو تروح عند واحد اخر تقول له رونديفو ولا اخر تقول له رونديفو قادر ديروا لك زوج في نفس الوقت قادر واحد يانيلي لك ولا اخر مي انيلي تما غادي تصيبوا روحكم في مشكل على هذا خوتي قدموا عند واحد مانيش نقول لكم روحوا عند مالك بالسيف انا يا من نعرفه وندير فيه ثقه ماشي راني ندير لا بيبليسيتي ولا مالك ديجا غادي يكون عنده لا شارج دروك راكم فاهمين خوتي الا نولوا الموضوع تاعنا اللي هو الحمد لله يا ربي راه مفتحوا لنا البيالاس خوتي ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم كاع اللي راه ناوي يدفع ولا خوتي عليكم باسبانيا كيما نقولوا خوتي ان شاء الله بربي راها قريب خوتي يحلوا الفيزات الاخرين وتولي كيما بكري ان شاء الله خوتي وكل شيء ان شاء الله بربي خوتي ما بقاتش هنا خوتي باغي نقول لكم بالك ان شاء الله انا غادي من طريز نبدا ندير رونديفو تاعي بالك ممكن نروح بالك المهم خوتي نساعدكم سواء هنايا سواء في اسبانيا المهم راني معاكم خوتي باش نساعدكم وعاود لكم خوتي سمحوا لي فيديو راني في زوج سوايع دايره راه عندي مشكل خوتي ما لعباليش هذا المشكل شواله ما بغاش يفوت لي الفيديو على بها درت هذا اللايف وراني غير نهضر خوتي بغيت نقسم معكم الفرحه في وقتها خوتي راني غير نهضر ما لعباليش كاع ش راني نقول المهم خوتي الحاجه اللي نقولها لكم واللي ناكدها لكم ابتداء من لو 13 جوان يبداو بصحاب اللي عندهم الفيزات كيكملوا معاهم ان شاء الله بربي يبداو باول طالب غادي نخليكم خوتي راني مخليكم صوالح تاع مالك الا باغي تديروا عنده لي ماش بيجدوا في رواحهم ويديروا دوسكي